الحقيقة من آداب الهجرة أن تندمج مع المجتمع الجديد، هذا أدب الاندماج. لا يعني الاندماج أن تتخلى عن مبادئك وقيمك، ولكن يعني أن تعيش الظروف الجديدة التي يعيشها الناس. ففي أشياء مستهجنة في بلاد معينة أنت ينبغي ألا تفعلها، ولا سيما إن لم تكن متناقضة مع دينك. أنا أخاطب شباب مقيمين في تركيا، إذا كان في أشياء في عادات في تقاليد ليست خطأ والدين يقبلها، لا ينبغي أن تتحدى مجتمعا تسكنه ضيفا، أن تتحدى هذا المجتمع في مبادئه وقيمه. في عنا مثل شعبي قديم، الغريب أديب، الغريب أديب. لا تفعل شيئا استفزازيا في بلد يعد هذا استفزازا. أنت ضيف هنا، أنا أخاطب إخوة كرام جاءوا من بلاد إلى مشكلة، هنا في آداب معينة. فأنت حينما تفتح المذياع حتى الساعة 12 بأعلى صوت، المجتمع ينام بالساعة 10 هنا. أنا مرة استيقظت بلندن 5:30، أطلقت من النافذة، ما في مكان في الطريق لنملة، سيارات بلا صوت، شعب يبدأ من الساعة 6، هكذا الشعب. فأنت هي بيسموه الاندماج أو التأقلم أو مراعاة الظروف، والغريب أديب. أنت بلد معين يعني تم الساعة 12 بصوت عالي المذياع للأخير، هذا قلة ذوق. نحن في عنا بالإسلام عباد عقائد، أعلى مقطع بعده في العبادات، بعده في المعاملات، بعده في الأذواق. من الذوق أن تندمج مع المجتمع الجديد، أن تحافظ على تقاليده وعاداته ومبادئه وقيمه التي لا تتعارض مع الإسلام. أما أن تتحدى، أن ترفع المذياع، تلعب النرد للساعة 3 بالليل، شيش وبيك، شيش وبيش، وجهار ويك، معناتها أدب يوك، أدب يوك. نعم، أنا لعلي اخترت هذا الموضوع لأنكم جميعا مهاجرون وأنا مثلكم، يجب أن تكون لطيف. يعني في بالإسلام عقيدة وفي عبادة وفي معاملة وفي ذوق. فأنا بقول لما بيكون المهاجر لطيف مؤدب يتبادر الناس إلى خدمته، يتنافسون على خدمته. أما إذا تحداهم واستفزهم، وأنا حر، هو الحر المجنون فقط الذي يفعل ما يشاء بلا ضوابط، هذا مجنون.